السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل عام وحضراتكم بخير. انا الفيديو ده بنصوره ان شاء الله في اول ايام عيد الفطر المبارك لسنة 2022. الهدف من الفيديو دوت ان انا النهاردة حابب نتكلم شوية عن نفسي بطريقة مختصرة، طبعا مش استعراض، ولكن عشان عايز نبدأ في سلسلة تعليمية، فحابب ان المشاهد اللي بيشوفني يبقى عارف انا جاب معلومات منين ومبنية على ايه. طبعا معاكم اخوكم سامح الخوالقة. اخوكم سامح الخوالقة يا شباب كان عايش سنتين على الساحل، وطبعا كان جيشي حرس حدود ساحلي، وغير كده وكده ان انا كنت شغال بحار لمدة 7 سنين، يعني 10 سنين كنت رحال مغترب عايش في البحر، ما بين ان انا عايش على البحر وما بين ان انا عايش في البحر نفسه. فبفضل الله ان انا من افضل الناس اللي ممكن تقابلها، ممكن يكلمك في الصيد وممكن يكلمك في ريح واتجاه ريح وارتفاع موج واجواء مناسبة للصيد. وانا حابب نختص في سلسلة تعليمية عن الموضوع دوت بالذات، لان حسيت ان اليوتيوب مفتقر من المواضيع دي، من رغم ان هو الصيد كله مبني عليها، جميع قنوات الصيد بتجتهد، اللي بيتكلم عن صنار، اللي بيتكلم عن طريقة صيد، اللي بيتكلم عن طريقة طعم، اللي بينفذ، ولكن محدش اتكلم كتير عن المواضيع دي. وانا حابب ان انا نكون مختلف، وحابب ان انا نكون في وسطكم، وحابب متعشم في الله ان انا نسيب ذكرى طيبة وعلم الناس تنتفع بيه، لعل المولى عز وجل ان هو يتقبله مننا ويأجرنا عليه، ويكون من ضمن العمل اللي ابن آدم بينتفع به بعض الممات. نسأل الله ان ربنا يوفقنا في الموضوع دوت ان شاء الله، ويتقبل مننا هذا العمل. طبعا الفيديو اللي فات انا جمعت اطفال صغارين وحاولت نتكلم معهم، نعلمهم ازاي اتجاه الريح. طبعا انا كنتش قاصد الاطفال دي، انا كنت قاصد المشاهد اللي هو ما يعرفش اي حاجة، يعني في ناس من المدينة ما تعرفش تمشي بين الشرق والغرب والكلام من ده. أغلبية أهلنا في الريف بيبقوا مركزين في الكلام ده كله، لما يجي يتكلم يقول لك وانت مقبل وانت مشرق وانت مغرق، ولكن أهل المدينة في ناس كتير ما بتركزش في الكلام ده وما تعرفوش. فأنا بديت بالفيديو اللي فات بالموضوع دوت اللي هو الاتجاهات، الشرق الغرب الشمال الجنوب، اللي هو طبعا البحري والإبلي. في الوقت نفسه يا جماعة حابب نسلسل السلسلة التعليمية بتاعتي في هذا الموضوع وهذا النطاق. طبعا الفيديو اللي فات يا جماعة ان شاء الله هنسيبه في صندوق الوصف، وحابب ان انت تعرف برضو ان انت في قائمة تشغيل اسمها تعليم احتراف صيد السمك. دي قائمة تشغيل موجودة عندي في قناتي، انا قناة منوعات رحالة، وطبعا زي ما قلت لكم انا اخوكم سامح الخوالقة. الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا فيه عن الاتجاهات وقرينا نشرة، انا هنعلمكم برضو النهاردة ان شاء الله ازاي نقرأ النشرة، وبعد كده ان شاء الله هندخل في انسب ريح مناسب للصيد. هنوصف لك الجو اللي هو مناسب للصيد، او البحر بيبقى شكله ايه للصيد. الكلام اللي نتكلم فيه ده كله خاص طبعا بصيد المالح. ان شاء الله برضو هنكمل في نفس القائمة دي صيد العزب. الفيديوهات بتاعتنا في القائمة دي هتبقى كلها فيديوهات نظرية عشان العلم بالشيء، ولكن ان شاء الله وبإذن الله هتستفيد معي. انا عندي النهاردة يا جماعة النشرة اللي هي موجودة عندي دي، طبعا في مصطلحات عايز نقول لكم عليها. انا عندي مثلا في النشرة اللي موجودة دي عندي دي زي ما انت شايف، في كلمة اللي هي KTS. طبعا في ناس كتير متخيله ان الكي تي اس ديت اللي هي كيلو متر في الساعه، وده طبعا غلط. الكي تي اس دي يا جماعه دي يا جماعه اللي هي العقده او الميل البحري. الميل البحري ده يا جماعه كيلو و8 و800 متر، لازم تعرفوا الكلام ده كله كويس يا جماعة. طبعا في الفيديو اللي فات عرفنا مسميات الاتجاه. هنا انا مثلا عندي في الساعة 5 الريح جايلي شمالي غربي، جايلي 13 كيلو متر في الساعة. 13 كيلو متر في الساعة ده يا جماعة ان الواحد في 8 ده بنضربوه في 13.
طبعا تقريبا بيخش في حاجة وعشرين نحسبوه، يعني احنا بنتكلم في ريح 23 كيلو ونص في الساعة. ريح 23 كيلو متر ونص في الساعة ده يا جماعة لو انت في مركب او على الشط، ده بيبقى ريح ايه؟ قوي الى حد ما، ما هوش قوي جامد يعني، ولكن قوي الى حد ما. يعني هنقوله مثلا لو في مركب مناسب للناس اللي هي اهل البحر. معايا نشرة تانية النهاردة يا شباب، بتقول مثلا هنا هناخد من النص كده اللي هي عند التسعة كي تي اس اللي هي الساعة 8. البرنامج اللي انا مشتغل فيه ده يا جماعة اسمه برنامج ويند فندر او مثلا فوركاست. بصراحة انا بقالي كتير بنتابع البرنامج ده، يعني من النادر جدا جدا لما يكذب معايا. ماشي، ده من افضل البرامج اللي انا قابلتها على الانترنت لشغل البحر. الناس اللي هي متابعاني من زمان، انا قريت النشرة من على البرنامج ده بدل المرة 10، ولكن انا النهاردة بالاخص يعني بنخص قراءة النشرة من البرنامج ده. حابب طبعا نوري لك انت برضو اتجاه الريح جاي لي برضو هنا زي ما انتم شايفين شمالي غربي، برضو نفس القصة. هنا عندي 9 كي تي اس يعني 9 ميل في الساعة. الميل البحري زي ما قلنا كيلو و800 متر عشان تبقى عارف، لان في ناس بتيجي بتسرح فبتقرا ان هو 9 كيلو متر في الساعه فبيتهيأ له ان الريح ده كويس خالص، بيجي يطلع بيتفاجئ ان الدنيا ايه مختلف. خلي بالكم يا جماعه من كلمه كي تي اس دي يعني عقده او ميل بحري. النهارده النشره بتاعتي دي طبعا مش مناسبه للصيد الشط ولا لصيد البحر. ليه بقى؟ انا عندي ريح كيلو، يعني عندي ريح 9 كيلو متر في الساعة، يعني ريح 15 مع بحر متر و3 من عشرة، يعني متر وربع او متر ونص، داخل على متر ونص. البحر ده بيبقى صعب برضو، كويس للناس اللي هي محترف لان الريح هنا ثابت فيعتبر ريح كويس. بعد ما خدنا فكرة يا جماعة عن قراية النشرة وعن اتجاه الريح وعن سرعة الريح وعن المصطلح اللي هو كي تي اس اللي هو العقدة البحرية او الميل البحري، فانا ان شاء الله هنتكلم النهاردة عشان يبقى الفيديو فيه معلومة دسمة، هنتكلم عن انسب طقس لصيد الشط وانسب طقس لصيد المركب. الطقس المناسب يا جماعة لصيد الشط، طقس الريح بتاعه بيكون ما بين 5 عقدة او 5 عقدة او 8 كيلو متر في الساعة لحد 10 او 12 كيلو متر في الساعة. بيقابله في الوقت نفسه ارتفاع موج ما بين 4 من 10 او 7 من 10، يعني من ربع متر لحد متر الا ربع. ده انسب طقس ممكن تصطاد فيه من على الشط. ممكن يقل معاك طبعا عن كده، ممكن ما يقلش، ولكن الطقس ده بالذات ده انسب طقس هتلاقي فيه سمك بمشيئة الله. ده انسب طقس، ولكن ما هوش انسب يوم. انسب يوم ده هنتكلم فيه في حلقة تانية ان شاء الله، لان انسب يوم ده هيكون متعلق بالقمر والمد والجزر وايام العربي، هنخليها في حلقة تانية ان شاء الله. طب ده بالنسبة للشط. يبقوا ما تنسوش معايا يا جماعة ان انسب طقس ممكن تصطاد فيه من على الشط هيكون ارتفاع موج ما بين 3 من 10 ل7 من 10، بيقابلوا ريح من 7 كيلو متر في الساعة لحد 12 او 13 كيلو متر في الساعة. مش عقدة بحرية، لان العقدة البحرية هنضرب في 1 في 8، يعني الارقام دي السبعة كي تي اس او 7 عقدة ده هنضرب في 1 في 8، يعني بنقول 14، والتسعة هنقول 18، هتلاقي نفسك دخلت في ايه؟ في العشرينات. طب بالنسبة للتسقيط أو صيد المراكب، الطقس المناسب لحد ارتفاع موج متر، آخرك ارتفاع موج متر، سرعة ريح ما تزيدش برضو عن 15 كيلو متر في الساعة، أو لو زادت معانا هنقول 18 كيلو متر في الساعة. الطقس ده يا جماعة أو المعادلة دي هتبقى أنت قاعد في المركب مرتاح، برضو هيكون فيها سمك.
العلم اللي احنا بنقوله ده كله دي ما هي الا اسباب. الرزق بتاع ربنا ده مش عايز واسطه، مش عايز اي علم، مش عايز اي هري من اللي احنا بنقوله ده. احنا هنستكفي كده النهارده ان شاء الله في الفيديو ده عشان ما نطولش عليكم، وان شاء الله الحلقه الجايه هتكون خاصه عن انسب يوم للصيد، او الايام المناسبه لصيد الشط والايام المناسبه لصيد الغزير او صيد المركب او صيد الفلوكه. هنكتفي بكده النهارده عشان الاطاله. كل سنه حضراتكم بخير. زي ما قلت لكم الفيديو ده انا مصوره في اول يوم العيد، مش عارف هننزله امتى. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.